السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك ويسترنا بستر الجميع يا رب. الستر والصحة لينا جميعا يا رب. احنا معانا تليفونات مستنيانا، ناخد أول تليفون. عبير أهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذه دعاء. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي يا حبيبتي. الحمد لله والله يا استاذه دعاء، ربنا يكرمك يا حبيبتي. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك. لو سمعت يا استاذه دعاء، انا عندي يعني سؤالين ممكن اسال الشيخ احمد فيهم. اتفضلي يا فندم، بس ممكن نعلي الصوت؟ الشيخ احمد عامل ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. نعلي الصوت بس شويه. على فكره انت قدوه ليا والله العظيم، انا بستفيد من كلامك وبستفيد من جوابك على اسئله مع المشاهدين والله. عبير احنا مش سامعينك كويس، معلش علي صوتك. الو سامعاني كده يا استاذ؟ ايوه اتفضلي. كنت عايزه اقول للشيخ احمد ان انا بستفاد كتير من كلامك والله. الحمد لله الحمد لله، ربنا يبارك في سعادتك يا رب. الله يحفظك. لو سمحت يا شيخ احمد، انا معايا ولد وبنت، تمام؟ تمام. ومش عايزه اجيب اولاد تاني، وكل اللي يقول لي هاتي اولاد اقول لهم لا، قولي لا، حرام عليكي الاولاد، ربنا ما قالش كده. الاولاد بييجوا وبيجي رزقهم معاهم، يعني ايوه كل حاجه برزق ربنا طبعا سبحانه وتعالى، بس انا عارفه حياتي وعارفه مديره نفسي، هل ده حرام عليا؟ اجاوبك يا فندم. حاضر حاضر. السؤال الثاني يا شيخ احمد، يعني انا لما بقعد كده اشوف اطفال غزه كده واقعد ادعي، وبحس الناس كثيره بتدعي، وربنا قال ادعوني فاستجب لكم، هو ليه يا شيخ احمد الدعاء ما بيستجبش مع أطفال غزة؟ حاضر يا فندم. حاضر حاضر. شكرا. الله يخليك يا رب. أولا يا أختي الكريمة، أولا ربنا يبارك في أولادك يا رب ويحفظهم وينبتهم نباتا حسنا، اللهم أمين. هو بس احنا عاوزين نقول للناس أن دائما كلمة الحرام والحلال على ألسنتهم دون معرفة أو بينة أو علم، يتقوا الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان سيدنا العز بن عبد السلام كما في القواعد يقول كلام مهم جدا، يقول لو أن رجلا يعني أفتى إنسانا بحلال أو حرام، معنى كلام سيدنا العز، لو واحد بيقول للتاني ده حلال وده حرام، وبعدين هو ليس عنده علم، يعني هو أصلا ده راجل عامي اللي هو زي الناس، ده حلال ده حرام يا مولانا وبتاع، فلو كان الجواب ده غلط فبياخد الإثم مرتين، إثم الفتوى بغير علم، والإثم الثاني أنه أجاب إيه؟ خطأ، ضلل الآخر. لا افرض بقى طلعت صح، قالوا برضو يأثم. يعني الجواب طلع صح برضو يأثم. ليه؟ لأن هي جاية كده بالفقاقة، يعني فتاكة، اللي هو قالها كده من باب الفهلوة، فهي يعني الحمد لله صادفت إن هي جت صح. فقالوا طب يأثم ليه يا مولانا؟ قالوا لأنه تجرأ على الفتية. وفي الحديث وإن كان في سنده ضعف، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. خلاص، فدي واحدة. الحاجة الثانية إن أنا اكتفيت بولدي، هبقى أسألك، هل من باب اللي أنا يا أختي الكريمة أنت مش عاوزة تخلفي، من باب الاعتراض مثلا إن ما فيش الرزق ضيق والأولاد مش هيجوا ومش عارف إيه وهنجيب ونأكل منين ونشرب منين وبتاع، هقولك حرام عليك اللي أنت تعتقد الاعتقاد ده. خلاص، لأن الله عز وجل دائما، وإحنا عندنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه يقول حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما كذا كذا كذا، وبعدين يكتب بأربع، يأمر الماء بكتابة 4 كلمات، من ضمن الكلمات اللي هو الأجل والرزق وشقي أو سعيد. فمن ضمن الحاجة اللي هي الإيه؟ الرزق، ربنا كاتب الأرزاق. فتقول لا والله انا مش قصدي، بس انا مش قادر اتحمل التربيه والحكايه والروايه، انا عندي 2 ومكتفيه بهذا القدر، هل ده حرام؟ لا، ليس حرام ربي. واحنا يا جماعه بنقول كده، مش معنى قول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فاني مكاثر بكم الامم، تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم، اللي انا اخلف وارمي، اللي انا كل يوم بخلف قرطه عيال، وفي الاخر اصل سيدنا النبي يفرح، هيفرح بامه متخلفه امه جاهله، ولا يفرح النبي عليه الصلاة والسلام بأمة متعلمة؟ الأم بتقول أنا مش قادرة هربي، أنا مش قادرة يبقى عندي الطاقة اللي أنا أربي، الأب بيقول ما عنديش اللي أنا الطاقة اللي أنا أراعي الولدين دول أكتر من ولدين، فأنا مكتفي بهذا القدر، ليس اعتراضا على قضاء الله وقدره، ولكن أنا محتاج لأربي ولادي تربية كويسة. ها أعمل إيه؟ لأن اللي بيربيهم الشارع
وبيربيهم التلفزيون وبيربيهم الانترنت، فانا محتاج ان انا اربيهم، انا اقتطع جزءا كبيرا من الوقت فاربي اولادي، فده ليس ايه؟ ليس حرام. الحاجه الثانيه اللي هو ما احنا بندعي والله جل وعلا لا يستجيب، من قال ان الله لا يستجيب؟ من قال لو لم يكن في الدعاء الا اللج، صدق اللج الى الله تبارك وتعالى لكفى بها نعمه؟ ان العبد لا يلجا الى ربه الا وقت الشده، فبيقول لك هنا عرفت ربك. فالاصل ان الانسان يبدا يدعو ربه تبارك وتعالى بيصدق اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، وهذه ايضا عباده. الحاجه الثانيه ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، عشان تعرفوا بس يا اخوانا، ان النبي وطالع من مكه، وهذا رسول الله عليه الصلاه والسلام، والنبي طالع من مكه الى المدينه رايح ومهاجر وترك ارضه عليه الصلاه والسلام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على جبال مكه وبدا ينظر كده ويبكي النبي، فدعا صلى الله عليه واله وسلم ويدعو ربنا انه ربنا يرجعه. فنزلت الايه ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. امتى بقى؟ مش بتاعتك انت، ما عليك الا ان تاخذ تبذل السبب. طب تحقيق بقى الاجابه دي امتى؟ بتاعت رب العالمين، مش بتاعتك انت. فرجع النبي المعاد بعد 8 سنين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده اللي ابعد من كده، في شوف الايه القرانيه، سيدنا موسى راح قال ايه في فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى وتجبر وطغى. طب فرعون ده سيدنا نبي دعا فقال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على امواله واشدد على قلوبه فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. هارون واقف فقال امين، فكم واحد دعا دلوقتي؟ اثنين انبياء، مش احمد ومحمد، ده اثنين انبياء، موسى وهارون، قال قد اجيبت دعوتكما، الاصل فاستقيمة. ربنا ينصر امه اللي هي اخذت بالاسباب واستقامت على مراد الله عز وجل. طيب يا رب الاجابه، تحقق الاجابه امتى؟ فقال الله عز وجل فاستقيما. طب وانا ايه؟ انا اجبت الدعوه خلاص. يقول الضحاك وغيره من المفسرين وراجعوا الكلام ده، فاهلك الله فرعون بعد 40 سنه. معانا دنيا، اهلا اهلا بيك. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. ازيك يا سيدة عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. انا كويس الحمد لله، معلش بس هتلاقيني متوترش من اول مره اتكلم يعني على الشاشه. لا يا حبيبتي اتفضلي. ممكن اكلمك شيء؟ اتفضلي يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والله انا بقالي سنتين عايزه اكلم حضرتك ومش عارفه اتواصل خالص. الحمد لله جات المكالمه بعد سنتين. انا متجوزه من سنتين، ساعه ما اتجوزت وانا جوزي كويس جدا معايا ما بيزعلنيش ولا اي حاجه من دي، بس عندي مشكله في حماتي بقى. يعني من ساعه ما اتجوزتي من سنتين ايه اللي حصل؟ من ساعه ما اتجوزت وانا حماتي عامله لي مشاكل. وانت عندك مشاكل مع جوزك؟ لا مع حماتي، انا جوزي كويس معايا جدا. طيب انتوا قاعدين في بيت عيله؟ حماتي بقى ايه؟ قاعدين في بيت عيله؟ لا قاعده يعني قاعده في ايجار، بس قاعده بعيد عن حماتي بكام شارع كده. تمام ماشي. زعلانه ان ابنها كويس معايا، دايما تخلق اي مشكله لو رحت عندها قعدت شويه لازم تكلم ابنها ده ما تسمعش كلام، وانا والله مش بعمل لها حاجه. يعني انا من الفيوم وقعدت هنا في الاليوبيه، هنا قاعده مع اهل جوزي، شفت اهلي كلهم في الفيوم، قعدت معاهم هنا ودايما مرمطين حماتي بالذات، دايما تهني وانا مش برد عليها وباجي اشتكي لابنها يقول لي معيش يوم. يعني مثلا يعني بص يا دنيا، يعني مثلا المشاكل اللي بتعملها معاكي زي ايه مثلا؟ يعني ايه مثلا؟ يعني كانت عايزه ان ابنها مثلا يروح يقعد معاها هي 3 ايام وانا معايا 3 ايام، دي كانت مشكله، كانت عاملاها مشكله كبيره. لا معلش يعني ايه مش فاهمه، يقعد معاها ازاي؟ هي ملهاش يعني اولاد تاني يعني؟ ما عندها ولا يعني ما عندها ولد تاني، بنت تانية كلهم متجوزين. بس هي بتقول لك ما يعني ابنها ده هي ما بتعرفش تقعد من غيره، عايزاه يقعد معاها يعني طول الوقت. يعني عشان هو مثلا، هي حماتك عندها كام سنة؟ أنا حماتي عندها حاجة و60 سنة. وهي قاعدة لوحدها؟ لا قاعدة مع جوزها. تمام. قاعدة مع مين؟ جوزها. قاعدة مع جوزها وأهل أهل جوزها معاها. طيب او ما هي يعني جوزك بيروح لها يقضي معاها اليوم ويرجع ولا بيبات عندها 3 ايام؟ بيروح مثلا، لا بيروح مثلا يوم جمعه يوم اجازه بيروح نقعد شويه، انا بنزل الصبح شويه واخر النهار شويه، لكن هو جوزي كل جمعه بيروح هناك. طيب يعني هو كل جمعه، كل
اسمعي اسمعي يا دنيا، هل حماتك قريبه منك؟ اه لا تقول جنبها. قريبه جنبك يعني صح؟ قريبه جنبي. اه طيب هل زوجك ما بيروحش يعني يطل عليهم كده كل يوم والتاني؟ لا بيروح، بس هي بتقول لك هي عايزاه معاها، هي بتقول لي انا عايزه ابني معايا. باب يعني هي عندها حب التملك يعني. اه هي عايزه ابنها. حصل برضو ان حماية ربنا يبارك له جاب لنا، احنا كنت قاعده في الجوز والقعده بتاعي خلص، حماية قال خلاص انا هجيب لكم شقه تقعدوا فيها بدل ما تقعدوا في ايجارنا، ربنا كرمني ببنوته. حماكي قال ايه؟ قال لك حماتي حماية قال لي هجيب لكم شقه تقعدوا فيها بدل الايجار اللي انتوا قاعدين فيه. هيشتري لكم شقه تمليك يعني؟ اه عشان خاطر ربنا كرمنا ببنوته، قال لي يقعد في بيت ملك احسن. طيب حماتي كويس. حماتي ما رضتش وخربت الدنيا معايا، قال لها قالت له خلاص انا عندي شرط، الشرط ده ان الشقه دي تتكتب باسمي ما تتكتبش باسم ابنك. تتكتب باسم مين؟ باسم حماتك مش هي. باسم ابنها؟ تتكتب باسمها هي مش باسم ابنها. وحماكي وافق ولا ما وافقش؟ حماية اعترض على كده، بتقول له لا انت عايز تروح تجيب له الشقه وتكتبها باسم باسم عشان هي تضحك عليه وتاخدها. هم حصل مشاكل كتير ان هم شغل عيال والله. شغل عيال يا دنيا. بس مشاكلها كتير قوي معايا يعني، في حاجات انا ممكن اقول لحضرتك بس كلها حاجات اه تافهه، بس هي بتكبر المواضيع وبتعمل مشاكل كتير. المهم الشقه جت ولا ما جتش؟ سيبك من كل اخر مشكله دي. اخر مشكله دي في الشارع، كانوا هي وابنها كانوا متخانقين مع بعض، وقفوا في الشارع، ده هي السبب، ده هي اللي عامله لك عمل، وانا والله ما اعرف عن كده اي حاجه، يعني ما اعرفش عن الحاجات دي. حاجات له هي عامله لك عمل، ستها ستها اللي عاملاه، لكن هي قايله لستها تعمل لك العمل ده. واخته في الشارع دي هي قالت كلام كبير قوي ما ينفعش ان انا اقوله، وانا مش بعمل لهم والله. طيب انت بعد كل يعني هي لما قالت كلام وبتاع وجوزك عرف، رد فعل جوزك ايه؟ جوزي يا شيخ بص هو طيب فما تتخيل، اللي هو امي ما بيتكلمش خالص، حتى لما باجي اقول مثلا يا بابا مثلا امك عملت لي كذا، اتكلم طيب معاها اقول لها ما تعملهاش كده، ده هي لوحدها هنا ما عندهاش اهل، اهلها كلهم في بلد ثانيه. يكلمها ما يعني ما فيش، ما بيسمعش منها، وهو ما بيعيدش الكلام معاها. هسالك سؤال، هسالك سؤال يا دنيا ورد عليا لو سمحتي. تمام. انت متخيله ممكن زوجك يعمل ايه بدل ما هو يعني هو بيروح يقول لمامته ما تعمليش كده ويقعد لوحدها وما ينفعش وبتاع وهي ما بتسمعش الكلام، ايه اللي ممكن زوجك يعمله اكتر من كده؟ هو ما يعني شايفين هو ما يعملش حاجه، هو مش عارف يعمل حاجه اكتر كده مع مامته. لا انت ايه رايك؟ يعني انت ممكن انت لو مكانه تعملي ايه؟ انا لا انا مش عايزاه، انا مش عايزاه والله العظيم ولا يتخانق معايا ولا اي حاجه، بس عايزاه يتعاملني كويس. انا بس قاعده هنا بقول لك لحضرتك، هو بيمشي الصبح بفضل قاعد طول النهار كده في الشقه، ما بخرجش بره، ما بخرجش الشارع ده، ما عنديش اهلي هنا، اهلي كلهم بره. ايوه يعني ايوه هو بيقول الكلام ده، وهو بيقول الكلام ده لمامته، ومامته ما بتسمعش الكلام، يبدو ان مامته قويه يعني وعندها حب التملك. لا ما ب... لا هي يعني ما بتسمعش كلام، انا بقول لها مثلا ما تكلميش حد، لا بتكلمه بره. طب اسمعي بس، اسمعي بس، هو ممكن يعمل ايه اكتر من كده؟ والله مش عارفه يا شيخ، انا هقول لك، هو ما بيعملش حاجه. انا هقول لك، انا هقول لك. ماشي يا حبيبي. اولا مفيش بيت يا اخوانا يخلو من منغصات الحياه. اما الزوجه تلاقي زوجها ما شاء الله كويس، فتلاقي حماها قرد، حماها طلع كويس، طلعت لها حماتها يقول لك مش عارف كذا، حماتها وحماها كويس، طلع والله مش عارف اخوات جوزها مطلعين عينيها. لا يخلو طب والله الحياة، فتلاقي ضيق في الرزق، يعني الدنيا كويسة فتلاقي ضيق في الرزق. كل دي نوع من أنواع الابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بها الإنسان حتى يرى صبره، أنت هتصبر ولا لا تصبر. طيب أما وإن كان الواقع زي ما أنت قلت كده، الحمد لله زوج كويس وزوج طيب وحنين عليك زي ما أنت بتقولي وما شفتوش منه حاجة وحشة، لكن هي المشكلة وحماكي راجل كويس الحمد لله، المشكلة في حماتك، يبقى هنحاول بقدر الإمكان اللي احنا نكسبها. يعني شوفي حماتك، احنا بقالنا سنتين ما نشوف حماتك نعرف نكسبها ازاي. يبدو ان انت مثلا بتتكلمي معاها كلام واقف، يعني ليني الكلام معاها، عارفه اللي هو ولا تستوي الحسنات ولا ادفع بالتي هي احسن، انت ماما وانت بابا، وبعدين انا ماليش حد، وبعدين ممكن تشكلها مثلا حكايه اي كلام بقى تافهه يعني كده، اللي هي يعني مش حاجه كبيره، بس هو انت بتاخدي رايها فتقول اه ده بنتي وحبيبتي دي وضنايا وبتاع، اللي هو ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. جربي ده
وصدقي هو ده مش نفاق يا مولانا، لا ليس نفاق، انا عاوز حياتي تستقر، انا محتاج حياتي تمشي، مش محتاج المنغصات دي، اي منغصات انا ساتجاوزها. فهتعمل ايه؟ بص يا ماما ده حصل، فانا جاي اخد رايك، فاعمل ايه يا ماما؟ اي كلام يعني، روح احكي قصه تافهه كده وشوفي. هتيجي بعد فتره وتقول ايه ده البنت دي بنتي، ده انا ما عنديش الا هي، عارفه ده. وهتلاقي يعني سبحان الله الحياه بتبقى ماشيه والحياه مستقره وبتاع. طب لو هي إيه زي ما هي ما بتتغيرش ابدا بعد ما عملت كل ده، شوفي يا اختي الكريم، اللي هو انت ليكي بيتك وليكي زوجك، شيل ده من ده يرتاح ده عندها. طيب هي عاوزه ابنها، مالكيش علاقه، ابنها بقى يروح ما يروحش، انت تقولي له روح لماما. لكن انا عاوز اقول للزوج اللي هو في النهايه، قال رسول الله عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا كده ولا كده. الله يكرمك. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. تخيلوا كل يوم الصبح ينزل ملكان من السماء، واحد يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والتاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. أعوذ بالله، يعني واحد بيدعي لك والتاني بيدعي عليك، يا ترى أنت تحب تكون مع مين؟ برحب مرة تانية بضيفنا الشيخ أحمد، أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك يا رب. يا رب. هو بس في البداية لازم نعرف إن الملائكة أو الملاكين دول لما يدعوا فالله يستجيب، ولذلك إحنا عندنا في الصلاة يا أخوانا، والمعاني دي برضو لازم الناس تفهمها، اللي هو لما أجي أصلي فبقول لك فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، اللي هو الإمام يعني لما أقول ولا الضالين أنا هقول آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة. دي بقى مهم جدا، الملائكة بتقول آمين وإنت وافقت تأمين الملائكة، الله يستجيب. طبعا، ولذلك احنا عندنا كده اذا سمعتم صوت الديكة فسألوا الله من فضله، يقول لك شافت ملك من الملائكة كده فسألوا الله عز وجل. فالملك يا اخواننا لما يقول امين او يدعو الله رب العالمين فلا شك ان الله جل وعلا يستجيب، اصل الملائكة دي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكة حاجة كده يعني عظام. فدول سبحان الله خلق نوراني. الملائكة لما بتقول كده بقى، طب تعالوا بقى اللي هو بقى الصبح يبدأ الملاكين بقى اللهم أعطي ايه بقى كل منفق خلفا، يبقى ربنا هيستجيب إن شاء الله. الخلف ده هيجي في حاجات كتير، يجي في ولد، يجي في منع مصيبة، يجي في دفع ضر، يجي في كشف كرب، يجي في زيادة مال، يجي في بركة في المال أو في العمل أو في العلم أو في أي شيء بقى. دي الخلف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلفه على، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. طب بقى اللي غير كده لا، وماسك وشحيح كده وبتاع والفلوس دي بتاعتي يا ابني، ما انت يعني القبر دايما يقولوا كفى ملهوش جيوب يا حبيبي، فلوسك مش هتاخدها معاك، انت تسأل عنها يوم القيامة. فبدل ما تعمل الكلام ده روح تصدق، روح عشان وانت رايح عملت ايه؟ سبت ايه؟ لا انا عملت ايه؟ قدمت ايه؟ هو انت سبت ايه؟ سبت الاولادي ماشي، بس انا عملت لنفسي يا رب، عملت ايه؟ 1 2 3 4 5، ده الراجل الذكي. طب والتاني؟ لا مش ذكي، غبي خالص، اللي هو ما بيطلعش، اللي هو الجنيه ما بيصرفوش. طب خلاص انت اللي هتتنعم بيه في الدنيا وهتكون حصر عليك يوم القيامه، المال ده يكون حصر عليك. ولذلك مش بس كده، تلاقي بقى ما فيش بركه في حياتك، ما فيش بركه في وقتك، تلاقيك كده ضائق يعني ضيق الصدر، تلاقي عندك حياتك كلها كرب. اللهم اعطي كل ممسك، ما هو ده التلف، هو ده التلف. وبالتالي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لسيدنا بلال انفق بلاله، أنفق بس ممكن خايفين الفقر بتاع، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. طبعا نعم. طبعا الرزق اوعى تخاف القلة طبعا، لكن الله عز وجل احنا قلنا هو خير الايه؟ الرازقين. والصدقة بتكتر المال. نعم. اصلا طيب هنشوف اول تقرير خير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة فذكر. انجازات مؤسسة فذكر اللي بتوفي بوعدها وبتعمل وتقدم لله تبارك وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فقط انا صوتك اللي بوصل للمكان. ستنا أم أحمد، ست أم أحمد اتحركت وطلبت، وبفضل الله تبارك وتعالى المؤسسة جت، وفي المرحلة الأخيرة بفضل الله عز وجل علشان خاطر المية تدخل البيت، يا رب يتقبل منا ومنكم. أنا عايز ست أم أحمد يتكلم عن نفسها بنفسها.
انا كنت بشحط ميه من الجيران، وكنت بضرب ميه من بره من على الترع، وجت المؤسسه دي، جت واحده ست جت قالت لي عاوزه، قلت لها عاوزه عدد ميه، قالت لي حاضر، جت عملت لي الورقه وصورت من وقالت لي حاضر هجيب لك. جت بعدها ب 15 يوم ولا 20 يوم بعتوا لي قالوا لي ياه احنا جايبين لك العداد وتعالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انجاز اخر من انجازات مؤسسه فذكر اللي تحسب للقائمين عليها، واحنا من باب الدال على الخير كفاعله. يا رب يتقبل مني ومنكم. امنا الست مرزوقه كانت طلبت، كان الميه ما فيش ميه في البيت، وبتجيب على مسافه بعيده تروح تجيب ميه للبيت، وما فيش هنا الميه مش متوفره زي عندنا في القاهره، فكان لازم المؤسسه تتحرك بعد ما هي طلبت ده، وبفضل الله عز وجل تم هذا الانجاز. انا عايز تسمعوا الانجاز من الحاجه مرزوقه بنفسها علشان تعرفوا الحاله كانت ايه، وبفضل الله عز وجل مصداقيتنا وشغلنا ايه. اتفضلي يا ام. الله يبارك لكم، الله يبارك لك في صحتك. احنا ما كانش عندنا ميه يا باشا، وربنا كرمنا كده جو بتاعت المؤسسه دخلوا لنا الميه، لقوني بمله بالغلاه، بحاول بالغلاه من عند الجيران، دخلوا لنا الميه. الله يبارك لهم في صحتهم ويبارك لكم ويزقكم من الخير ويعليكم كمان يا رب ويسترها عليكم. انجاز تاني من انجازات مؤسسه فذكر اللي تتولى انجازاتها لتفي بعهودها علشان خاطر لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا رب يتقبل منا ومنكم. عم نادي كان محتاج في البيت هنا، كان محتاج ميه وعداد حد يدخل له ميه، وبفضل الله تبارك وتعالى تم ادخال الميه لحد هنا. علشان كده انا عايزكم تسمعوا الانجاز منه مباشره عشان تشاركوا معانا ان شاء الله. اتفضل يا عم نادي. تفضلك الله. يا مؤسسه فذكر جت شافت البيت وقلنا لهم عاوزين ميه، جابوا لنا عداد ميه هنا، جزاهم الله كل خير. احنا معانا حاله كانت طلبت ان هي يتعمل لها ميه ويدخلها ميه ويتعمل لها عداد ميه، وبفضل الله تبارك وتعالى اتحركت المؤسسه علشان تدخل الميه لاهلنا المحتاجين الميه. انا اخلي الافضل ان الحاله تتحدث عن نفسها. اتفضلي يا استاذ. شركه تذكر لها الشكر ولها الفضل علينا اللي ما كانش عندنا مية وجابوا لنا عداد مية. ألف شكر، ألف شكر. زي ما شفتوا حضراتكم بفضل الله تبارك وتعالى المؤسسة بتحرك لأهلنا المحتاجين المية، اللي إن شاء الله عايز يشارك معانا. ده إنجاز من ضمن الإنجازات. اللي عايز يشارك معانا إن شاء الله رب العالمين ينظر أسفل الشاشة هيلاقي أرقام يتصل بيها علشان المندوب يصله أينما كان. السلام عليكم. تتوالى انجازات مؤسسه فذكر. مؤسسه فذكر بتتحرك علشان خاطر تدخل الميه لاهلنا اللي محتاجين ميه في بيوتهم، والميه لسه ما وصلتش لحد دلوقتي، علشان خاطر نحقق كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامه. انا مش عايز اكثر من الكلام، خلي الحاله تتحدث عن نفسها. اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مؤسسه فذكر جاوا ركبنا العداد، وربنا يعمر بيوتهم ويكسر من افعال الخير يا رب. لو عايز تشارك معانا مع المؤسسه انت كمان، بص اسفل الشاشه هتلاقي في ارقام اتصل عليها علشان مندوبنا يصلك اينما كنت. السلام عليكم. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 أو 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. كنا بنقول يا شيخ أحمد إن الصدقة بتكتر المال مش بتقلله. طبعا هي بتكتر المال، وتكفير المال ده بيتم إما تكفير المال حقيقة اللي هو من جاء بالحسن في العشر أمثالها، هي حقيقة اللي بيدفع جنيه وربنا بيديله عشر. وده يا جماعة والله إحنا مش عاوزين نقول مجرب، يعني إحنا لما نقرأ في قصص الصالحين وإحنا حياتنا نلاقيها مجربة، فإحنا مش عاوزين ندخل نعبد ربنا من باب اللي هو إيه إحنا بنجرب مع ربنا. لا، أنا بعبد ربنا بيقين، أنا بتصدق إلى الله لأني عندي يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيديني أفضل من ده. طيب الحاجة التانية العلماء بيقولوا من ضمن إن الصدقة بتزيد اللي هو أن الله يبارك في البقش. ما هو لا تخشى من ذي العرش إقلالا، اللي هو معناه إيه؟ اللي هو اوعى تخاف إن ربنا بيقلل فلوسك. أمال إيه؟ ده بالعكس، ده اللي قال النبي يا أخوانا مش حد تاني.
بس انا دماغي خلاص خليك مع دماغك، شوف دماغك هتوديك لغايه فين. انا مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب جرب الصالحون فنفعت. انا مش عايز اقول بقى جرب الصالح، بس الناس احيانا بتيجي بده اللي هو احنا لازم نقول لك فلان حصل عمل وحصل معاه كذا، لكن احنا بنقول قال رسول الله، قال الله رب العالمين، من جاء بالحسنه فله عشر امثاله، مثل الذين ينفقون اموالهم في كمثل حبه انبتت كام سبع سنابل، طب في كل سنبلة قد ايه 100 حبة. والله شوف بقى القرآن يضاعف لمين؟ لمن يشاء، اللي هو عنده يقين ان الله، يعني انا بعمل ده لله مش لحد، المال حلال فربنا هيضاعف بقى للي زي ده. خلاص يبقى احنا يا جماعه لما نعمل الكلام احنا في النهايه نتعامل مع مين؟ مع رب كريم سبحانه تبارك وتعالى. طيب نشوف كمان تقرير خير ومؤسسه فذكر ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة فذكر جاءت إلى قرية بني حلة بمحافظة بني سويف مركز سمسطة بسبب مناشدة أو طلب من فاعل خير من أهل القرية دلنا على حالة من الحالات اللي احنا هنسجل معاها وهنصور معاها حالا، فتلبية لطلبه ورغبته جاءت مؤسسة فذكر قطعت المسافات الطويلة ديت عشان نسجل مع اسمك. ايه بالخير. ايه ابو الخير، عندك كم سنة؟ عندي 19. عندك 19 سنة. بتدرسي؟ ايوه كنت في المدرسة في سنة تالت. كنت في المدرسة وسبتيها؟ ايوه عشان انا مش قادر اني اكمل، انا كنت عايزة اكمل تعليم وكده. ابويا احنا سبع بنات ومش قادر يعني اكمل. يعني انتوا عددكم سبع بنات كلكم بنات؟ بسم الله ما شاء الله. ووالدك عنده كم سنة؟ أبي عنده 42 سنة. بيشتغل ايه؟ استرزاقي كداتي على الله. على الله. ووالدتك؟ برضو بتشتغل زي بيشتغلوا في ايه؟ في الفلاحة، يروحوا يشتغلوا يجمعوا طماطم يجمعوا فلفل كده. انتوا معظم القرية يعني ده شغلها؟ ايوه الخضار والفاكهة. ايوه كله بيشتغل. ايوه. وانتوا والسبع بنات في بيتعلموا ولا؟ في بيتعلموا في لا مش كلهم يعني مش كلهم بيتعلموا. انت اكبر واحدة؟ ايوه انا اكبر واحدة. اتخطبتي ولا لسه؟ ايوه اتخطبت. مخطوبة؟ بقالك قد ايه؟ بقالي 6 شهور. بقالك 6 شهور وجهزتي ولا لسه؟ لسه ما ابويا مش قادر ان هو يجيب حاجات، اصل هو لسه مجوز واحدة بقالها يجا سنة. يعني انت مش اكبر واحدة؟ صغير، هي اللي اتجوزت الاول. ايوه يعني هي اصغر منك بس اتجوزت قبل منك. وريني ايه اللي في ايدك ده؟ هي كده خلقت ربنا. يعني انت مولوده كده؟ ايوه مولوده كده. دي عامله فيها عمليات. دي عملتي رهاني؟ أيوه. دي عملتي فيها عمليات. عمليات ليه؟ عشان دول كانوا لازقين في بعض كده، عملت عمليه تجميل فيها. يعني اصلا انت مولوده بدي ايدك اليمين كانت الصوابع ملزوقه. ايوه. فعملتي فيها 4 عمليات. ايوه. صباع عمليه عشان يفك عن التاني. ايوه. تمام. والتانية ديت ما قالوا لي ملهاش اي حاجه، هي كده يعني دي كده يعني مولوده بيها. ايوه. طيب مولوده بيها. انت بايديك دي بتشتغلي؟ بشتغل. وانا بصراحه مش بشتغل بس بقضي في مصالح مثلا في البيت. يعني بتعرفي تطبخي؟ ايوه بعرف. يا سلام. يعني بتقطعي تخرطي بصل وبتاع وكلام زي كده؟ لا. امال بتطبخي ايه بقى وليه؟ بطبخ اي حاجه سهل. يعني مثلا ممكن هم يجهزوا لك لو في واحد. ايوه وانا امسك بايدي دي. طب مثلا تخرط لك البصل. ايوه وهي بتجهز لي وانا اعمل. لو انتوا بتطبخي مثلا شويه كوسه ولا. ايوه اختي هي اللي تجهز لك الحاجه وانا اقلب بايدي دي. وانت تقدري من خلال ايدك دي، يعني مثلا ايدك دي بتقدري تاكلي وتشربي بيها؟ ايوه بايدي دي بس. يعني الصباعين دول شغالين؟ ايوه. تقدري تمسكي معلقه بتاع مش عارف ايه كده يعني؟ ايوه باكل بيها بعمل بيها. طيب طلباتك ايه يا ايه؟ طلبتي ان هم يجهزوني عشان ابويا مش قادر ان هو يجهزنا، عشان احنا مثلا 7 بنات ومش قادر ان هو يصرف علينا ولا يجيب لنا حاجات ولا يعمل اولا. ربنا يا رب يعيننا ويعينكم ان شاء الله باذن الله تعالى. لكن انت قلتي كلكم بنات. كلكم بنات. ايوه كلنا بنات. في واحده بس اللي متجوزه. تمام. والسته
لسه ما اتجوزوش. تمام، انت اللي مخطوبة ولسه ما حدش مخطوب تاني؟ التانية عندها 15 سنة لسه مش مخطوب. والتانية عندها 13. اصغر حد عنده كم سنة؟ سنتين. سنتين. طيب، زي ما سمعنا مناشدة آية، وزي ما شفنا ظروفها الصحية من خلال إيدها ديت، تمام، طبعا بسبب ظروف إيديها ديت هي طبعا غير قادرة على العمل، إخواتها كلهم بيشتغلوا، هي طبعا بتحاول على قد ما تقدر، يعني اللي بتقدر عليه في شغل البيت بتعمله. المفروض ان انت قدامك مهلة قد ايه عشان ما كانوا بيقولوا سنة؟ أنا مخطوبة بقالي 6 شهور وكان بيقولوا ست يعني سنة يعني. يعني أنت عايزة تقولي لي إن كده بقي لك 4 شهور على المهلة؟ 4 أو 6. يعني يا إما 4 شهور أو 6 شهور على المهلة اللي والد آية متفق مع العريس عليها، فعايزين إن شاء الله بإذن الله تعالى في خلال 4 شهور الباقيين أو 6 شهور الباقيين إن إحنا إن شاء الله نكمل اللي ناقص. ناقصك قد إيه أو إيه اللي ناقص؟ انا جبت عليات الحاجات اللي هي الرفيعه الصغيره دي، الحاجات الكبيره كلها انا ما جبتهاش. يعني اللي موجود في جهاز ايه الحاجات الرفايع، يعني البلاستيكات والحاجات، ايوه هم ده اللي المعالق، الحاجات البسيطه دي هم ده اللي جبتهم، الحاجات الكبيره كلها ما جبتهاش. طيب، يبقى اللي جابته ايه في جهازها او اللي قدروا يجهزوا اهلها يجهزوا ويوفروا الحاجات الرفايع الايه البسيطه، فنناشد اهل الخير ان شاء الله انهم هم يساهموا في تجهيز ايه ويدخلوا عليها البهجه والسرور والفرح ان شاء الله. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله ويكرمكم ويبارك لكم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. يعني زي ما شفنا انه مؤسسة فذكر بتعمل دراسة للحالات وبتجيلنا الحالات واحنا قاعدين علشان يمكن نكون ربنا كاتبنا سبب ان احنا نغير حالهم او نسد معاليهم او نساعد في شفائهم. طب خلينا في مسألة السبب دي اللي حضرتك بتقوليه، يعني تخيلي لو ان انسان وقع في كرب او مصيبة فبيقولي بتصل باخويا فلان، باختي فلانة، بجاري، بصديقي، بمش عارف أستاذي، اللي هو مين هيسنده، اللي هو هيعاونه في الحكاية دي. فأحيانا الإنسان بيبقى مطمن إن هو لو حصل لي مشكلة فأنا يعني إيه هتصل بفلان فهيلحقني، صح كده؟ طيب إيه رأيك بقى اللي هيلحقك في هنا واللي هيعينك هنا رب العالمين؟ فأنت خايف من إيه؟ اللي هو والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. يعني أنت لما تسند صاحبك أو تسند الإنسان ده أو تسند الإنسان المريض أو الغارم ده، فمين اللي هيسندك في النهاية؟ هو رب العالمين. هو يعني إذا طلبت من ربك أعطاك الله، وإذا أردت شيئا من ربك لبى الله لك طلبك. اللي أنت في النهاية بتكون عبد رباني إذا قال للشيء كن فيكون. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ما زالت مؤسسة فذكر مع حضراتكم ومع إخواتنا وأهلينا في قرية بني حلة في محافظة بني سويف، ومعانا دلوقتي حالة جديدة من الحالات اللي قابلتنا، هنتعرف عليها ونعرف مشكلتها ايه. ازيك يا حاج؟ السلام عليكم. كويس الحمد لله. الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي حميد. ام ايه؟ ام هبة وام زينب وام هاجر وام مانجا وام فاطمة. يعني انت عندك كام؟ معايا 5 بنات. معاكي 5 بنات. تمام، وجوزك فين؟ جوزي متوفي الله يرحمه. من قد ايه؟ بقاله 6 سنين. بقاله 6 سنين ومعاكي 5 بنات. الخمسه اسمائهم واعمارهم او سنهم؟ عندي واحده عندها 19، واحده عندها 18، واحده عندها 15، واحده عندها 17، واحده عندها 9 سنين.
ربنا يا رب يبارك لك فيهم. الحاجة حميدة معاها جواز مرور أو جواز دخول للجنة مجانا. خمس بنات أبوهم توفي من 6 سنين، حملت هي راية الكفاح والجهاد وبتكافح وتجاهد عليهم. الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى أكرمها وأعنها إنها جوزت كم واحدة؟ متجوزة 2 بس، عليا كده عليا 50,000 جنيه وفرفين عليا الشيكات. حاضر، هنعرف حالا. ربنا أكرمها وعنها جوزت 2 من البنات، متجوزين بقالهم قد إيه؟ لهم سنة هم ماتش. ليهم سنة، يعني إذن هي اللي شالت الحمل كاملا بعد وفاة والدهم الله يرحمه. الستات اللي زي دي تاج يتشال على الراس، وأنا كنت لسه بقول لحضراتكم من شوية معاها جواز مرور للجنة ببلاش، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الراجل أو الست اللي هو من عالى، حضرة النبي ما حددش راجل أو ست، من عالى ثلاثا من البنات، 3 بنات فأوهن وأدبهن وعلمهن وأنفق عليهن حتى يتزوجن كنا له حجابا أو سترا من النار. الحجة حميدة ربنا يبارك فيها يا رب، جوزت بنتين، هنعرف منها إيه اللي حصل. أنا والله جهزتهم، كنا بنشتغل يعني وبنعنم بعضينا وجينا فزنانا يعني وكدتي، فجينا رحنا جبنا جهاز البنات. يعني جهزتيهم قسط؟ ايوه تمام. طبعا رفع عليا الشيك عشان انا مش قادره اسدد يعني، وبشتغل في الجبل انا وهم. بتشتغلي في الجبل؟ ايوه. تشتغلي ايه في الجبل؟ بنجمع طماطم فلفل، نشتغل يعني زرع يعني في الجبل. زرع مش في الحجر ولا انتوا عندكم قريب منكم هنا؟ ايوه تمام، في مزارع في الجبل. أيوة. فبتروح تشتغلوا في جمع الطماطم في الفلفل بتاع. جميل تمام. أيوة. بنروح بقى انت والبنات اللي ما اتجوزوش، يعني الثلاثة اللي لسه ما اتجوزوش. أيوة. بيشتغلوا معاكي؟ ايوه. ربنا يبارك لكم يا رب. رفع علينا بقى الشيك، فاحنا مش قادرين نسدد بقى، ربنا يسدد عنا وعن الناس كلها يا رب، وربنا يبارك فيهم يا رب ويصلح حالهم ويستر عليهم يساعدونا باي حاجه يا رب. يعني حضرتك التانيين ومش قادره اجهزهم. طيب يعني حضرتك عرسان وانا مش قادره اجهزهم. يعني حضرتك مديونه؟ ايوه ب50,000. ب50,000. والراجل اللي انت كنت بتاخد. أيوة. من عنده الاقساط. أيوة. تراكم عليكي. أيوة. المبلغ. أيوة. فمصبرش عليكي. لا رفع لا. عليكي قضيه. أيوة. رفع علي. أيوة. بالحبس. ايوه واخد عليكي حكم بالحبس. ايوه معايا جيب بتاع ده بيان من المحكمه يعني. محتاجين يعني الجماعه جيبوا لهم يعني وكده. حاجة حميده احنا صورنا مع حضرتك عشان التقرير ده هيتذاع على التلفزيون. حضرتك موافقه نزيع؟ ربنا يسترها عليكم. حضرتك موافقه نزيع؟ يا عمي سيبها على الله، ربنا يبعت لكل واحد باب رزقه. موافقه نزيع؟ سيبها على الله. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012-77-67-98-88 او 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التقرير من أحب التقارير إلى قلبي، لأن ربنا في القرآن قال آية، هذه الآية لو استعشعرناها حقيقة بقلوبنا لتحركت أجسادنا وحواسنا تجاه تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. في القرآن الله في سورة التوبة يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن الذي يعمر بيت الله عز وجل أيا كان هذا النوع من العمران أو من التعمير، سواء تعمير معنوي أو تعمير حسي. تعمير المعنوي أنك أنت تعمر المسجد بالذهاب إلى الصلاة فيه، وتعمير حسي أنك أنت تساهم في بناء مسجد. أنا عايزك أخي المشاهد الكريم كمان تتخيل معايا أن هذا المسجد قد عمر بإذن الله بالمصلين،
لاسيما واحنا في عزبة حسين سليمان، تقريبا هو المسجد الوحيد الذي يبنى الآن في هذه العزبة، ولا يخدم عدد كبير جدا بإذن الله من إخواننا من المسلمين من المصلين. كل تكبيرة في ميزان حسناتك لو ساهمت معنا، كل تهليلة يعني تقول لا إله إلا الله في ميزان حسناتك لو ساهمت معنا، كل تحميدة لو قلت لو واحد قال هنا الحمد لله، كل دعاء في ميزانك. أنا بقول لحضرتك دلوقتي وأنا والله بأسأل الله وأنا في بيته إن إحنا نساهم بالفعل في هذا البيت علشان يبقى لي حسنات وليك أنت كمان حسنات. المسجد زي ما كما ترون حضراتكم اللي ورايا دي الآن هو المحراب، دي حقيقة لسه ليس في المسجد إلا حصيرتين فقط. شايفين الصورة عاملة إزاي؟ المسجد كما ترون غير مسقوف إطلاقا، وإن شاء الله أحد إخواننا المسؤولين في المسجد هيذكر الاحتياجات بتاع المسجد. المسجد بالطوب الأحمر لازال على هذه الهيئة، لازال المسجد بكر، محتاج منك أي حاجة تقدر، طن حديد، طن أسمنت، اللي تقدر تقدمه قدمه. مؤسسة فذكر زي ما قلت لحضرتك بتبحث عن الأعمال التي تنفعني وإياك في الدنيا وتنفعنا كذلك بين يدي الله عز وجل في الآخرة. أكمل معك التقرير بإذن الله مع أحد المسؤولين في المسجد، يا رب يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم، ونحن في منتصف مسجد السلام زي ما ذكرت لحضرتك بالضبط في التقرير. معنا أحد إخواننا المسؤولين عن المسجد واللي بيتابعوا بناء المسجد من أول طوبة علشان تسمع احتياجات المسجد إيه واللي تقدر تقدمه قدمه. لا تحقرن من المعروف شيئا زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لنا كمان اتق النار ولو بشق تمرة. اوعى تحقر عمل من أعمال الصالحة ولو أقل القليل. إخواننا في المؤسسة هيفتحوا لحضرتك باب التبرع بوسائل سهلة جدا، بفيدافون كاش، بنستباي، بأي وسيلة تستطيع أنك أنت تتبرع لبيت الله عز وجل ولو بالقليل من خلال مؤسسة فذكر. معنا سيدنا الشيخ محمد يقول لنا المسجد محتاج إيه تفصيلا. فضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يعني فضل الله سبحانه وتعالى المسجد محتاج للسقف كامل، والسقف هياخد 9 طن حديد و35 طن أسمنت، والخراطيم الكهرباء والبيبان، وزي ما حضراتكم شايفين المسجد كده فضل الله سبحانه وتعالى ما فيش سقف ما فيش. فالربنا سبحانه ربنا هنا في الدنيا بيقبل منك بالذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عايزين نكمل بيت ربنا سبحانه وتعالى عشان نعمر بيت ربنا، عشان ربنا عمر بيوتنا إن شاء الله. وفضل الله سبحانه وتعالى زي يعني الناس هنا ناس حالتها على قدها، فالله ربنا سبحانه وتعالى يقدروا حديد اسمه يعني احنا اللي يجيبوا أي حاجة، البيبان، خراطيم الكهرباء، أسلاك الكهرباء، الأشياء اللي هي يعني بتتم زي ما الإنسان بيبني بيت لنفسه، فكذلك لو يبني بيت لربنا سبحانه وتعالى زي ما سيدنا الشيخ تفضل كده بيت في الجنة، يعني طوبة ذهب وطوبة فضة، لو لميت الكون كله ما يقدرش يبني الملاط مسك. ويعني فاللي يا ربنا سبحانه وتعالى يقدر يساهم بأي حاجة، حتى لو مش لو عانوا الدل على خير كفاعل، لو دليت أخوك على الخير ما يعني ما معكش الذين لا يجدون إلا جهدهم. فإحنا الناس بتجتهد وناس ما شاء الله ربنا يبارك فيهم في المؤسسة جايين من مشوار وجايين في الشمس وجايين وبيتحملوا كل ده بيبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. اللي بيعمر بيت ربنا في الدنيا ربنا بيعمر بيته في الدنيا، اللي بيفتح للناس أبواب الرحمة ربنا بيرحمه في الدنيا وفي الآخرة. عايز أقول لحضرتك لو عايز تيجي تشوف بنفسك المسجد محتاج إيه، تواصل مع المؤسسة تبعت لك اللوكيشن، وتستطيع أنك أنت تصل المسجد هنا تشوف المسجد محتاج إيه بالضبط. لو عايز تتعامل مباشرة مع الناس مفيش مشكلة عند المؤسسة، المهم ان المسجد باذن الله عز وجل يكمل علشان انا وانت نرتفع ونرتقي عند الله عز وجل. كذلك انا بوجه رساله خاصه لاخواننا من رجال الاعمال واهل الفضل المقتدرين، بدل ما تبني مسجد، المسجد مبني ومحتاج كل حاجه من الالف الى الياء. التشطيب حقيقه اكثر من عظم المسجد اللي هي الحيطان والعمدان ونحو ذلك، الحيطان والعمدان معموله بفضل الله عز وجل، لكن التشطيب بيحتاج كتير جدا. مسجد السلام في عزبة حسين سليمان الجديدة، عزبة حسين سليمان الجديدة، مسجد السلام في مركز إهناسيا في محافظة بني سويف،
بيخدم عدد كبير جدا ما فيش غير المسجد ده. يا رب يتقبل مني ومنك بإذن الله عز وجل. أنا بس كنت عايز أستأذن إخواننا إن إحنا نصور سيدنا ونزيع. اتفضل اتفضل. يا رب يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. تعليق أخير يا شيخ. تعليق أخير اللي احنا كلنا نطلب من الله الجنة. يعني احنا دايما اللي هو احنا ايه انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ يقولوا والله نسأل الله فقال حولها ندندن. احنا كلنا احنا عايشين في الله عشان ندخل الجنه، عشان ندخل الجنه. فالجنه سهله، سهله جدا والله العظيم. الانسان يدخلها عن طريق يعني بيبقى سهل وميسور. والنبي عليه الصلاه والسلام قال طرق كتيره متعدده لدخول الجنه، من ضمنها انت لو قدمت عرب طوب، طن اسمنت، طن حديد، والمرء على قدر. بقى كل واحد عارف قدره يعمل ايه بقى، محتاج ضدليله يبقى يوم القيامه كبيره ولا صغيره، اللي هو ولو كمفحص قطاع. واحد يقول ما عنديش الا ده طوب، قالب طوب. واحد سأل مولانا معيش فلوس والله، فرحت جايب قالب طوب مناول البنا وانا ببني المسجد ده، فيقول بنى الله له بيتا. الطوبة ده هي بنى الله له بيتا فين؟ في الجنة. بشكرك يا شيخ احمد وبشكر مشاهدينا، واسيبكم اخر تقرير خير في حلقتنا النهارده مع مؤسسة فذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زالت مؤسسة فذكر مع حضراتكم وفي هذه التغطية وهذه الجولة مع أهالينا وإخواتنا في قرية بني حلة بمحافظة بني سويف. وحقيقة يعني حالات كتير قوي، ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويقدرنا إن شاء الله بإذن الله تعالى، ويعين حضراتكم إن شاء الله على تبني هذه الحالات. ومعانا حالة هنتعرف عليها دلوقتي حالا. اسمك؟ أحمد صار عبد العادي. عندك كم سنة؟ 30. عندك 30 سنة؟ طيب يا عم أنت لسه شباب أهو. الحمد لله رب العالمين. عندك إيه يا أحمد؟ والله أنا راجل مريض سكر وعندي 14 سنة. يعني أنت مريض سكر من وإنت عندك 14 سنة. تمام. ودلوقتي بغسل كلى وانا راجل ضرير وعندي ضغط. يعني عندك واحده واحده كده، يعني انت عندك سكر من وانت عندك 14 سنه. الحمد تمام. لله. وبعد كده السكر عمل لك مضاعفات في الكلى. في الكلى. وعمل لك مضاعفات كمان في عينيك. الحمد لله انا ضرير. يعني انت ضرير، اتولدت ضرير ولا بسبب لا السكر؟ لا بسبب السكر والكلى ومضاعفات الكلى. وعندك ضغط؟ وضغط. وضغط كمان. بتغسل كده كم مرة في الأسبوع؟ ثلاث مرات في الأسبوع. ثلاث مرات في الأسبوع. بقالك كم سنة؟ بقالي ثلاث سنين. بقالك ثلاث سنين بتغسل كده. بتغسل فين؟ في سمو الصينة. مسافة قد إيه؟ 10 كيلو. 10 كيلو. بتروحها إزاي؟ بتيجي عربية الإسعاف تاخدني. بتيجي عربية الإسعاف تاخدك. مجانا؟ لا على حسابي. على حسابك. يعني في حدود؟ والله على حسب بقى المشوار، مش كل عربيات يعني. على تغير من شهر لشهر، من سنة لسنة. يعني انت بتحتاج ثلاث مرات في الاسبوع. كل مرة تكلفتها كام العربية بس؟ 150 رايح 150 جاي، يعني 300 جنيه في المرة. يعني في الاسبوع 900 جنيه. صح كده؟ في الاسبوع الواحد 900 جنيه مصاريف نقلك بس بالإسعاف للمستشفى ورجوعك عشان تغسل. الجلسة بتاخد وقت قد ايه؟ أربع ساعات. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. الله يكرمك ويبارك لك يا رب. الحمد لله. بتشتغل ايه؟ لا انا على الله. طبعا عشان الغسيل وعشان عينيك وعشان انا رجل ضرير. فبالتالي ما فيش. انا كنت شغال اول على تروسيكل، بس من ساعة ما غسلت كلى خلاص انا بقيت مقعد في البيت خلاص. بتصرف منين؟
والله أهل الخير بيساعدوا يعني، أهل الخير اللي بيساعد بحاجة ربنا يتقبل إن شاء الله. الله يكرمك. طبعا معانا زوجته، اسمك ايه؟ إلهام عبد التواب. إلهام عبد التواب جمال. متجوزين بقالك كام سنة؟ 10. بقالك 10 سنين، خليك ولا لسه؟ لا لسه. ربنا يا رب يرزقكم ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا ممكن يكون موضوع السكر وال هو اكيد له دخل، مأثر صح؟ اكيد. كشفته او عملته تحاليل او كده؟ عملنا حقن مجهر من 5-6 سنين وما ربنا ما قردش. لكن ماشيين على علاج طيب؟ لا مش ماشيين على علاج بصراحة، لأن من ساعة ما تعبت أنا موضوع الكلى، وقبل الكلى قبل ما أغسل كان فيه، كنت ماشي مع دكاترة حوالي 2 سنين وما ولسه ما فيش أي حاجة الحمد لله. يعني مش ماشيين على علاج مع الدكاترة بتاعت الحقن المجهري؟ لا، لأن احنا تكلفة العلاج فمش هنقدر نسد على ده وده. فقلنا خلينا في حاجة واحدة. طلباتك؟ والله احنا بنطلب منكم من أهل الخير ان مشروع ناكل يساعدنا في الدخل، كشك او مكنة خياطة للمدام او اي حاجه تساعدنا في الدخل. تعرف الخياطي؟ متعلمها فين؟ عندنا واحده هنا بتعلم. يعني ده تبع جمعيه مثلا او كده؟ لا اهالي. واحده ست يعني؟ واحده ست. بتعلمكم كده مجانا ولا بالفلوس؟ لا بالفلوس بقى. يعني زي دوره بتدفعوا تمام. لكن بتعرف الخياطه؟ ايوه. يعني لو قدرنا نوفر لك مكنه ولا حاجه تمام تقدري تفتحي البيت بيها؟ ان شاء الله. او كشك؟ او كشك. هتقف انت في الكشك ولا تقف هي؟ لا هي اللي هتقف، انا ما اقدرش اقف فيه. انت عشان طبعا عينيك والغسيل وكده. جسمك هزلان. ليك اكل معين؟ يا الطبيعي بس حاجات محدوده. ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب وانت طلباتك ايه؟ هو انا طلبات ان احنا يبقى لنا دخل شهري، يعني لو قدرنا ان شاء الله باذن الله تعالى اهل الخير قدروا يوفروا لحضرتك كشك اللي هو يعني في الحلويات والبسكويتات والحاجات اللي زي كده، ده بالنسبه لكم سهل مش صعب يعني. تمام. تمام. او مكنة خياطه يعني، يا اما كشك اللي هو بيتباع فيه البسكويتات والحلويات والحاجات ديت، او مكنة خياطه عشان خاطر تقدر من خلالها اي حاجه تدخل دخل ثابت شهري، او اي حاجه تدخل دخل ثابت شهري تعينهم على نفقات، تعينهم على المعيشة وعلى نفقات الحياة، خاصة زي ما احنا سمعنا انه 900 جنيه تكلفة المواصلات الاسبوعية، يعني 900 يعني 1800 في الاسبوعين، يعني تقريبا حوالي 5000 جنيه في الشهر مواصلات بس. تمام، مواصلات بس، ده غير الاكل والشرب طبعا والعلاجات وكذا وكذا وكذا. ربنا يا رب يكرمكم ويبارك لكم. احمد احنا صورنا الحلقه، موافق ان احنا نزيع؟ اتك على الله. موافق؟ موافق. موافق نزيع الحلقه؟ موافق. طيب. مؤسسه فذكر بتذكر حضراتكم من خلال الارقام الظاهره على الشاشه قدام حضراتكم، نبادر إن شاء الله بإذن الله تعالى كل اللي تابعنا دلوقتي يقدر من خلال زكاة ماله، يقدر من خلال صدقاته، يقدر من خلال تبرعاته، يقدر إن شاء الله بإذن الله تعالى نرسم البسمة والفرحة على وجوه الناس دي إن شاء الله. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.